الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثالث المتوسط. طبعا شفنا الأسئلة، أسئلة الدور الثالث لمادة الرياضيات، والحمد لله وشكر كل مرشحاتي إجت بالدور الثالث والمرشحات موجودة عندكم. بالنسبة للفصل السادس، الفصل السادس فقط في المرشحات منطيكم التبادير والتوافيق، فقط نقرأ من الفصل السادس التبادير والتوافيق، وفعلا اجى فقط التباديل والتوافيق، الحمد لله هذا التوفيق من الله عز وجل. كذلك عندنا مسألة قطعة الموكية اللي هي تتكلم عن السجادة، صفحة 73 بالكتاب عندنا، هذه في تدرب وحل مسائل حياتية صفحة 73، فقط رشحت لكم هذه من بين تدرب وحل مسائل حياتية، وفعلا اجت هي نصا. طبعا هذا التوفيق من الله عز وجل، مو سهلة طبعا هيك تجي الأسئلة. دائما ذكرت لكم أنه أني أحس بالأسئلة اللي راح تجي، والحمد لله وشكر الله وفقنا لهذا الشيء. بالنسبة للهرم ذكرت لكم أنه تقرون فقط الهرم القاعدة مربعة الشكل، هرم فقط، نعرف أنه الهرم له أكثر من قاعدة، ذكرت لكم فقط تقرون اللي هي مربعة الشكل، وفعلا إجتي هرم بالنسبة إلى هي مربعة الشكل. هدية المرشحات إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى 12 المعصومين حجج الله 12 عليهم السلام، وكانت لهذه المرشحات أثر ملموس ومفرح على قلوب طلبة الصف الثالث المتوسط. في الدور الأول جتي 100%، وفي الدور الثاني جتي 90%، وفي الدور الثالث كذلك جتي 100%. كل التوفيق لكم في مسيرتكم العلمية. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.